اليوم احنا كنقابة وطنية جينا باش نخوضوا هذه الوقفة هذه، أولا احتجاجا على تصريح الوزير التربية الوطنية اللي كيصرح أن هذه الفئة هذه يعني تعتبر خارج اهتمامات وزارتي، مع العلم أنهم جهة متعاقدة، يعني الوزارة والمصالح ديالها اللي كيتعاقدوا مع هذه الشركات اللي هما كيخرقوا القانون تحت أنظار جميع الجهات المسؤولة داخل مؤسسات الدولة. كيتم استغلال واستعباد والاتجار بهذه الفئة، يعني تجار بالبشر. الناس كتشتغل بأجور ما كتعدى 700 درهم بالنسبة لعاملة النظافة، حراس الامن الخاص 2000 درهم، عاملات الطبخ كذلك ما كتعداش 1800 درهم. يعني كاين واحد الاستغلال يعني بشع، حنا كاننا كنعيشوا في واحد الغابه، ما كاينش مراقبه، ما كاينش تتبع على الصفقات لا من طرف المديريات الاقليميه، يعني خاص يكون تتبع على جميع المستويات، ما كاينش احترام دفتر التحملات. يعني كاين واحد الخرق سافر لجميع مقتضيات يعني قانون الشغل، في حين اننا كنتفاجئوا بان الوزاره كتعتبر في منظورة هي أنها خارج المنظومة التربوية يعني كقطاع خاص، مع العلم أن الجهة المشغل الفعلي هي المديريات الإقليمية. اليوم حنا كنقابة المطلب الأساسي هو الإدماج المباشر في سلك النظام الأساسي بالوظيفة العمومية، شأنهم شأن الأعوان سابقا اللي هما اليوم في دور الإنقراض، واللي الحراس اليوم كيقوموا بالدور ديال الأعوان اللي كانوا سابقا، مع العلم أن هاد الفئة هذه يعني كتقوم بواحد الدور كبير داخل المؤسسات، كيتم الاستغلال ديالها داخل المؤسسات وخارج المؤسسات دون اي مراقبه بل بمباركه الجهات المسؤوله. وزاره الداخليه خاصها تكون مسؤوله، وزاره الداخليه وجهنا عدد من المراسلات، خاص يكون تنظيم قانوني محكم لهذا المجال، خاص نظام اساسي، مع ان كان الملف ضمن يعني الملفات المطروحه من طرف النقابات التعليميه من طرف الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وتم التجاهل ديالها والاقصاء ديالها وتغييبها عمدا. يعني هنا الوزاره كتبان ان ما عندهاش حتى شي نيه صادقه من اجل اصلاح هذه المنظومه اللي غادا كتكاتر يعني كتجاوز المليون ونصف دون اي مراقبه. وهذا الشيء بطبيعه الحال اليوم حنا جينا حاضرين هنا كنقابه وطنيه بجميع مكاتبها الجهويه والاقليميه، ونؤكد على انها غتكون مسيرات وطنيه، غيكون وقفات وطنيه الى حين تحقيق المطالب المشروعه والعادله لهذه الفئه هذه. وهنا كنعتبروها معركه كرامه، اولا نطالب بالادماج ولا تنازل عنه. جينا اليوم كان عن تمثيليه اليوسفيه لتجسيد الوقفه الاحتجاجيه التي دعت اليها النقابه الوطنيه لاعوان الحراسه والنظافه والطبخ اليوم امام وزاره التربيه الوطنيه والتعليم والرياضه. اليوم جينا باش ندوا ونحتجوا على الاوضاع المزريه اللي كيعيشها حارس الامن الخاص عموما بالمغرب، اللي كيعيش واحد الاوضاع ماديه ومعنويه اللي ما بقاتش مقبوله في هذا الوقت، اللي كيعرف واحد الغلاء ديال الاسعار وواحد الموجه من غلاء الاسعار، امور تبدلات بزاف. حنا كنطالبوا اليوم بانصاف هذه الشريحه لانها باقه للاسف كتشتغل 12 ساعه في اليوم بدون تعويضات، بدون وكنطالبوا بالاعتناء، وكنطالبوا حتى الجهات المسؤوله باش تلتفت وباش تفتح باب الحوار مع الناس ديال النقابات اللي كتمثل هذا القطاع، لانها راه هذا القطاع كيشتغلوا بواحد الاعداد اللي هامه بالمغرب. اليوم جينا برفقه الاخوان باش تلبية لنداء النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ اليوم. جينا هنا كنديروا الوقفة الاحتجاجية بناء على الخروقات اللي كنتلقاوها في العمل ديالنا، سواء من ناحية الأجر، سواء من ناحية أوقات العمل، سواء من الحقوق ديالنا اللي ما كنستافدوش منها. وما كنستافدوش بالحقوق ديالنا من ناحية الأجر، ما عندناش السميك. ولهذا حنا كنطالبوا باش تسويت الاضواء الاوضاع ديالنا ونستافدوا من الكونجيات ديالنا ومن الاحد ديالنا، وكنطالبوا باكثر وبكثير الادماج ديالنا في اطار الوزاره باش نستافدوا،
لان الشركات كتمص الدماء ديال هاد الابرياء، كتمص الدماء ديال هاد العمال اللي كتعطيهم واحد الاجر لا 12 ساعه. واش كاين شي انسان كيخدم 12 ساعه؟ لا يمكن. وثانيا كنت كنفوا بمهمات اللي هي خارج الاطار ديالنا.